السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوتي، شنجوكم؟ المدة اللي فاتت تيكي طرشت شوية اخبار مناغابي ان التيك توك بيسكروه في ليبيا. هربشت على الاخبار هذه لما لقيتش الزبدة، لكن الموضوع مش مستغرب لانه صار في الهند وفي الاردن وفي مناداة انه ممكن يندار في مصر. بهم الناس اللي طلعوا الإشاعة هذه مثلا او بيسكروا التيك توك، عليش؟ والتيك توك هذا اصلا امتى طلع وشنو وشن يدير وش الفايدة منه وعليش منشرك؟ خليك معنا معناها واسمع مع شوية مع شيكة على الواو ليبيا. التيك توك هذا منصة تواصل اجتماعي، شو رايك في المعلومة الجديدة اللي انت ما كنتش عارفها؟ لا بس انا عارفك عارفها، بس عارف ان هي كيف طلعت. كان في سنة 2014 في برنامج غريب وعبيط شوية اسمه ميوزيكلي، كان في ناس يكي ياخذوا في اغاني يحطوا فيه نكي في الخلفية ويبدوا يغنوا معاه نكي. ما تفهمش يعني شن فيها من حاجه سمحه، مو احنا حافظين الاغاني هذين يعني، والصوت هذا مش صوتنا، صوت الفنان وحده شدير قدامي. بس الفكره هيك مع العلم ان هي بسيطه وضعيفه الا ان البرنامج انتشر، وقررت بعدين وحده من الشركات الصينيه الكبرى ان هي تدمجها في فكره التيك توك مع ميوزيكلي وتشريهم. ويقال ان بين مليار بين 2 مليار دولار ندفع في ميوزيكلي، يعني مبلغ كبير جدا على البرنامج عبيط. والناس استلموا التيك توك يا معلم وقعدوا يديروا تقريبا في نفس الحاجات، لكن زادوا حاجات اخرى. ليش؟ لان التيك توك ماهوش كيف مثلا اليوتيوب ولا الفيسبوك انك انت ضروري تكون اصطاف فيديوهات وتشري كاميرا وتدير حركات وتكتب سكريبت. لا 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 لا، الكلام هذا كله فوتة، انت ما تبيش الا تليفون وحناطة، او مش لازم تكون حناطة يعني، ممكن صماطة، ممكن سخافة، ممكن ترقص وانت ما تعرف اي دير اي حاجة. كانت اهم حاجة في التيك توك ان اي واحد يقدر يكون صانع محتوى، يعني يدير اي حاجة عبيطة يبدأ صانع محتوى. دير البرنامج في التحميل خاصة في فترة الكورونا لما كانوا اغلب الناس في العالم في الكوكب قاعدين في حيشانهم ومش قادرين يطلعوا، فقعدوا شو بيعطيني اي حاجة مشي بيها وقتي نزل لي التيك توك عشان يتحمل البرنامج 2 مليار مرة. 2 مليار مرة تقريبا يعني ربع سكان العالم نزلوه، لأن زي ما قلنا سهل، والأغلبية اللي استعملوا فيه يقال أنهم من نصف مولدي التسعينات لأن مولدي الألفينات، هذوما الأغلبية طبعا تو حتى الكبار خشوا على الموضوع. لكن بعد مدة الناس قاعدوا ينصدموا إن لا، في محتويات يعني غير لطيفة بصراحة في التيك توك، وهذه طبعا لهن أسباب. إنك أنت جيرانك الكبار وعمامك وخوالك وأصحابك يعني ما عندهمش تيك توك، فأنت عشان غادي زي ما يقولوا المصرية البلد اللي مالكش فيها شلح وجري. تلقى واحد يشتم هنا، واحد يتعارك هنا، واحد يقول في افكار غريبه هنا، وعادي والدنيا ماشيه زي اللوز. لكن في ناس قالوا لا معلش، الموضوع هذا ما يمشيش معانا نحن، الموضوع زاد عن حده وهذا يعني خارج اطار مجتمعنا الكلام اللي قاعد يصير. بس في ناس واجده اللي تشكي انه يطلع لها محتوى كيف هذا. انت عارف عليش ديما يطلع لك المحتوى هذا؟ لانه يقال ان التيك توك عنده اقوى واجود لوغاريتمات. سمحها كلمة لوغاريتمات من قبل، هذه بدغريك الذكاء الاصطناعي. عارف انت مثلا تحكي علي حاجة فتطلع لك في فيسبوك تلقى مدير لك عليه دعاية نفس الموضوع. يعني مثلا انت في رمضان قاعد مكزدك في المطبخ وتبي تديري محشي اليوم، فتكتب شنو كيف تصنع المحشي في 3 دقائق في المطبخ لان ما عندكش وقت، فشنو يبدا اليوتيوب يطلع لك في حاجات متعرفه في المحشي حتى بعد ما انت خلاص درت الفلفل المحشي وكملت. تفتحي ثاني يوم تلقى اليوتيوب جايب لك اقتراحات، رز بالخلطه كانك تبي تديري. في طبعا في الفيسبوك مش لازم تبحث، مجرد ان انت تفرج مثلا على حاجه في الكوره فانت تدير لها لايك فيبدا يقول لك انت تحب الكوره خلاص تفرج اخرى. لكن في التيك توك مش لازم انك انت تبحث او تدير لايك، انت بمجرد انك انت تفرجت شويه على الفيديو هذا ممكن 10 ثواني 20 ثانيه يقول لك اوبا انت معناه عجبك ويبدا يرشرش عليك في الفيديوهات. لكن مش هذا هو جديد، بس عندهم حاجه اقوى من هيك، ان اساسا قبل ما انت تفرج على الفيديوهات وقبل ما انت تدير لايك وقبل ما تدير اي حاجه هو يقراك كم عمرك من وين جاي. بهي صاحبك اللي هو عندك في الجوجل ولا في الفيسبوك حب الحاجه هذه ترى تفرج عليها، يبدا تزلق في حاجات ممكن يمشي مع عمرك ومع الكلتشر بتاعك مع الحضاره بتاعك. انت ممكن تحب الكوره وتحب الحاجات الحبشكنه فحب يزلق في الحبشكنه، تجي انت بعدين تقول لا ما يطلع ليش الا الحاجات الغريبه، ما هو منك او مثلا من التيك توك هو قراك غلط وعطاها لك. والمشكله انك انت حتتفرج عليه وحتحبه وحتقضي ساعات من يومك وانت قاعد تغرق 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 وين نازل انت لعندهم. لكن في نفس الوقت انا مش مع حضره، لان زي ما قلنا ان في حاجات واجد غريبه وفي حاجات واجد سخيفه، لكن في حاجات كويسه. وصح المعلومه بتاعها سريعه هكي في سندويتش يعني يخوضها وجري، لكن في نفس الوقت في معلومات دينيه ممكن بسيطه او معلومات ثقافيه وحضاريه تاخذها بسرعه. زي ما قلنا ان في ناس واجد اساسا ما عندهمش محتوى وقاعدين يديروا في تحديات، يعني يمسكوا مثلا نفس الاغنيه يبدوا كلهم يغنوا فيها نفس بعضهم مثلا، او يقولوا هاي نديروا الرقصه هذه فيبدوا كلهم يديروا في نفس الرقصه. لكن في ناس اخرى مبتكرين ويديروا في حاجه جديده. انك تحضره او تسكره انت ما درتش حل، لان تو احنا قاعدين في 2023 الناس يقدروا يفتحوا اي حاجه، وعارفين ان في ناس وجدين ما مش عارفين كيف يفتحوا المنصات المحظوره. لكن بعد ما يصير الموضوع هذا او لو صار مثلا صار حظر فيبدا كل واحد يسال في جاره في صاحبه وبعدين كلها تعرف. فالفكره كلها هي في تثقيف الناس واعطاها معلومات انه المفروض يستفيدوا من وقتهم بدل ما يقعدوا يتفرجوا على حاجات غريبه. تيك توك في النهايه بكل سلاح ذو حدين، وانت كيف ما تبي تستعمله استعمله. اكتبونا انتم شو رايكم، وانا واحد من الناس راح نفتح تيك توك المده الجايه، والله عندي رغبه جامحه اني نفتح تيك توك، فمش عارف شن حندير فيه، لكن اعتقد اني مش حندير العار يعني. اكتب لي رايك يا غالي ونتلاقوا ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.